أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المراد بأكل الهجم في قول الناظم؟ نعم، ما هو المراد بأكل الهجم؟ ظاهر أنه المبادرة بالأكل قبل أن يبدأ المضيف، قبل أن يبدأ المضيف، كما سبق لكم أنه ينتظر حتى يبدأ الناس ويأكل معهم، ما يمد يده قبلهم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. نعم.